اطلاقا. عمرو جمال مشي من النادي الاهلي معار، حاليا مش موجود في النادي. سئل عن الجنيه في الاهلي ب10 ولا لا، تاخد كام وتمشي من الاهلي؟ كان عمرو جمال في قناه اليوم السابع. نشوف يا دكتور جمال يا عدل، عمرو جمال هو اخر حددها لك بكام؟ وانا في الاهلي وجالي عرض مادي كبير قوي، انا دايما بقول ان انا النادي الاهلي دايما وفي مصر دايما رقم واحد عندي في افريقيا، وبس مش في مصر بس، في افريقيا وفي العرب كله النادي الاهلي رقم، يعني رقم واحد. عجبني كلمه لمحمد شريف جدا، لاعب النادي الاهلي اللي كان معار في انبي، فمحمد بيقول يعني بيتكلم يعني انا لو هاخد يعني 10 جنيه جنيه في الاهلي ب10 من بره. يعني لو اتعرض عليك رقم خرافي من بيراميدز، لا مش بصي، بغض النظر على بيراميدز او الزمالك او غيره، ايا كان وانا في النادي الاهلي ومطلب واحد رقم واحد في النادي الاهلي والناس والاهلي محتاجني في الوقت وده، لا هيبقى الاهلي. مستحيل تفكر في حاجه تانية؟ ايوه والله، ولو جبت لي الماس بجد والله من قلبي، مش عشان حاجه. ده عمرو جمال ولا بالالماس؟ ولو مريت على لعيبه كتيره جدا هتسمع يا جماعه عايزين نشجع لاعبتنا واولادنا ان هو يعلوا قيمة المكان، وهنا مش بالضرورة الأهلي، ما هو لعيبة الزمالك مطلوب منها إنها تنتمي لناديها، ولعيبة الإسماعيلي ولعيبة الاتحاد تحس بقيمة هذه الكيانات الشعبية. ليه يضايقكوا إنه حد يطلع يعبر عن حبه للنادي الأهلي؟ ليه الحساسية دي؟ لا، مطلوب منه الناس اللي في الأهلي تحب الأهلي، تنتمي للأهلي، تدافع عن ألوان النادي الأهلي، تخلص للنادي الأهلي. ولو حد هيخلص لنادي الزمالك ده حقه ولازم يعمل كده، وللاتحاد وللاسماعيلي وللمصري وللمنصوره ولكل الكيانات الشعبيه. كفايه الكيانات الشعبيه اللي بتواجهه من تحديات صعبه. النهارده الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بيستغيث بوزير الشباب والرياضه انقذ الانديه الشعبيه، لانه خلاص انديه الهيئات والشركات و و و و ضغط عليها. فايه اللي يضايقكم في انه لعيبه تعبر عن حبها بعد ما مشيت لناديها؟ خلونا نعلي القيمه، خلونا نحافظ على كياناتنا المحترمه والمهمه ونجومنا كمان.